عشان تروح تقولي لجوزك انك شفت الطباخين هما بيسرقوا اللحم. يا دينا هبله كده الراجل ينشغل في الحكايه دي واحنا نعرف ناخد راحتنا. احنا نغرف الاكل من هنا وانت تجري تقولي له من هنا. فاهمه؟ فاهمه يا اخويا فاهمه. مش فاهم انت طلعت عملت لنا امتحان في الميزانيه وفي الاخر جوعتني. فين الاكل؟ ما هو زنجر راح يزعط. هو انت صحيح ما بتعرفش تقرا وتكتب؟ تشاش بس في الحسابات فريره. اكلت المزايا فاتن؟ يزرع المزايا هي اللي كلتها. طب استنى خد البسكوت ده دي لاصحابك البنات. اوعي تطفص تاكليه. شاهد على قد الجواسين مع عاشور ومحدش يعرف غير انتي ورفعت. يلا يا اخوانا شدوا حيلكم. يلا يا زنجر مد كده على فين يا مدد العشاء نازل. استاذ شادي انتي معمول لك اكل مخصوص الزعتر جه. ايوه كريمه مع الشعر. طب لعلمك بقى القبلة شادي بقت صاحبتي واللي بتاكل منه هاكل منه. عم مرقص بيمسي بعد ماك الامانه. اه حد شافك وانت بتاخدها منه؟ حلو ابو يحيى اختفي. ريحه الاكل تفتح النفس يا استاذ رفعت. لا ده مخصوص. شاديه انت بتعملي ايه هنا؟ يا مرقيه شافتك؟ تعالى تمام. بجد تسلم ايدك يا معلم رفعت. ازيك يا فريد؟ يعني بجد عجبتك؟ قوي. الزعتر بالهنا. تدوق؟ ايوه مرقية شافتني وكل حاجة تمام. معقولة ما عرفتش انها رجعت من السفر؟ لسه زي القمر يا شادية. وانت لسه زي ما انت يا فريد عينيك فارغة. كنت هتنقط لو كان اخد الطبق. بس بجد انت جدع. حد غيرك كان اداهوله وطلب خدمة كمان. ده طبقك اداهوله ليه؟ اختك فاتن دايرة على حل شعرها مع الواد المطرب ليسي؟ الواد اللي عامل شعره كده ابو جاكيتا. هدوء. مش قلت لك هو طبيخه حلو بس قفل. جرا يا كريمه انت اللي هتديني الشهاده للاستاذه. دي حاجه خصوصي عشان انا كفاله. كلمت ابوك يا جلال؟ أم رؤية تعرف كل حاجة طبعاً يعني. ما لسه ما جاتش فرصة. هو ممكن يا أستاذ شادي يعني تساعديني أكتب حرفين على تورتة العريس والعروسة بالإنجليزي؟
مش هتقدر تغمض عينيك.